وفي الجلسة الافتتاحية لقمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها 39 في الرياض، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ضرورة الحفاظ على كيان مجلس التعاون، مؤكدا ثقته في أن جميع الدول الأعضاء حريصة على الحفاظ على مجلس التعاون الخليجي. أما مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والنماء والازدهار والرفاه لمواطني دول المجلس، وهم ثروتنا الأساسية، وهم وبهم تتحقق الرؤية والآمال وبهم تحقق الرؤى والآمال، واثق أننا جميعا حريصون على المحافظة على هذا الكيان وتعزيز دوره في الحاضر والمستقبل.